هل تحققت أهداف مسيرات العودة برأيك بعد هؤلاء الشهداء الذين سقطوا؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية كما أعلنت وزارة الصحة الآن أن عدد الشهداء بلغ 28 شهيد وما يقارب 1700 إصابة بجروح مختلفة في الأحداث الدائرة في قطاع غزة. طبعا مصادر أخرى تتحدث يعني عن أكثر من 35 شهيد في عدة مناطق في قطاع غزة لم يتمكن سيارات الإسعاف الوصول إليها لحتى هذه اللحظة. طبعا أخي الكريم، هل تحققت أهداف مسيرات العودة؟ نعم، أهداف مسيرات العودة تتحقق الآن. هناك تخبط واضح لدى الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع أيقونة جديدة من أيقونات المقاومة الفلسطينية. في كما يعني محود في قطاع غزة كان هناك مقاومة عسكرية، المواجهات التي تحدث ما بين الاحتلال الإسرائيلي وبين الفلسطينيين في قطاع غزة كانت في إطار المقاومة المسلحة كما شهدنا لعدة حروب في قطاع غزة. الضفة الغربية كانت تشكل تهديد وخطر كبير لدى الاحتلال الإسرائيلي في تحرك الشباب الفلسطيني في نقاط التماس في الضفة الغربية. طبعا من أهداف الحراك العودة أن تتحرك الضفة الغربية، لكن القبضة الأمنية لدى السلطة الفلسطينية وقبضة الاحتلال الإسرائيلي الذي اعتقل ما يقارب إلى 3300 فلسطيني من كافة الضفة الغربية حتى هذه اللحظة منذ إعلان قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة. طبعا أنا أود النقطة التنبيه هنا بأن حتى هذه اللحظة الاحتلال يدرس سيناريوهات في طريقة التعامل مع هذا الزحف الفلسطيني الكبير. طيب. نعم. سيد عماد، هذه